ما هو التوحيد؟ توحيد مالت انتهي مالت هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل معه شريكا. حد الله نعود رايكن جزاء مالتي مسؤو شريك جبرنا إن حد الله رايكن جزاء مالتي. يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. نحد قويت حد غيرنا خن حزوخن بالكلنا بتن نيسلست توحيد عينت نحد قويت خن جزاء لنا مالتي. النوع الأول من أنواع التوحيد. كابتناي توحيد عينتات حنتنا مجمريا. توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية زبهالي. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية مالت بتناي ربي صراحةً تكباراتن حادة مكبار مالتي. بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق. ربي حادة فتار مخانوم إيمان. والرازق. رزق ذهب سيساي ذهب مخان بأفعال الله سبحانه وتعالى بتي تكبارات نيرب تكبارات زخلو بو حدا قويتا ترايز قبرو مخان مأمان. النوع الثاني من أنواع التوحيد. قال أين توحيد كفل دماء؟ توحيد العبودية توحيد الألوهية. توحيد العبودية ويدما توحيد الألوهية حدا أملخ غير كام قزاء ما هو؟ انتهي مالتي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا نعبد إلا الله. زمالت لما انتهي حد تري حد الله تري املخه نقبل لا يعبد النبي عليه الصلاه والسلام نبيو انقذو منينا ولا الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ثم زحالفوا نبيات رسلاتنا يكون ولا الملائكه عليهم السلام ثم ملائكهنا يكون ولا الصالحين ولا الاولياء ثم نيربي صادقان زخون يخونوا ثم اولياء زخونوا اينقزا ولا الاحجار ولا الاشجار ولا الشمس ولا القمر امني يخون قرب يخون صحاي تخون ورح تكون أين جزء أنينا؟ هذه كل مخلوقات نعبد الخالق سبحانه وتعالى. الزخول حجز تغسناهم كلهم نيرب فطوراتهم. نحن نجزؤ حدا أملخ حدا قريت هذا. الثالث من أنواع التوحيد. كابتن ناي توحيد كفلي مبل سالسيتي. توحيد الأسماء والصفات. بزعبا نيرب الشماتن بهرياتن مرد زبل توحيد. نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن والسنة. يتي رب سبحانه وتعالى بقرآن يقول وتم رسول عليه الصلاة والسلام بحديث قالت صونا يرب الشم مؤمن مالت ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق رب سبحانه وتعالى مسفطرات كم زي ما ساسلون كان الرقاق لنا نؤمن ونصدق ونسلم بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون كصفات الخلق يتي رب سبحانه وتعالى شمات يقول بحريات كله نعوز قبؤه ملء زخونة مسفطرات زي مساسل مخانو كان أمني قبأنا والله أعلم.